الريديس كالسيوم هو من اكتر الفيلر اللي انا بحب اعمله، لانه بيبقى كانه بنعمل انفستمنت ان يور سكين، لانه بيعمل اوفر ستيميوليشن للكولاجين والالاستين اللي موجود في بشرتنا، فبيدي معانا شد كويس جدا وبيحسن البشره والتكشر بتاع السكين. النتيجه بتاعته بتظهر من بعد اسبوع، والماكسيمم ريزلت بعد شهر او شهر ونص، بتقعد حوالي من سنه لسنه ونص، وبعض الاحيان بتقعد لحد سنتين. ممكن نعمل حوالي جلسه او جلستين في السنه كلها. بيستخدم لمنطقة الوجه والرقبة والهانس.